بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم احبابي بدي اخبركم انه مركز الوردة الذهبية للملابس الراقية في مكة المكرمة العتيبية شارع الجزائر مسوين تصفية كاملة كاملة المحل حبايبي. 6 ريال للقطعة الواحدة، 6 ريال للقطعة الواحدة. الحقوا على التصفيات. عندهم ملابس نسائية وعندهم اطفال، يعني بناتي وولادي، وعندهم رجالي. خلاص حبايبي بدي اقول لكم انه كل الملابس اي قطعة تختاريها ب6 ريال فقط، تنانير وبلايز، بلاطين، ملابس نوم، داخليات، مثلا اشياء الاطفال شتوي وصيفي، عندنا كمان ملابس الرجال. الحقوا على الباقي. بدي انوه بس اني انا يعني اخطأت وقلت في لما صورت حسبت انه كلها ب6، بس هي كلها ب6 ما عدا بس الملابس الداخلية ماركة دروش. خلاص حبايبي هذه ما هي ب6، هذه اظن ب11.5 القطعة. خلاص حبايبي بس بقية الاشياء كلها ب6 ريال فقط. يلا الحقوا وانشروا المقطع. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا. شو حبايبي نبدأ التصوير من هنا من القسم النسائي. اي قطعة هنا يا حبايبي 6 ريال تصفية شاملة. الحقوا اي قسم، قسم عندنا للاطفال، قسم للنساء، وقسم للشباب. بس حبايبي ابدا لكم من القسم النسائي هنا، تنانير وبلايز. شوفوا اي موديل حبايبي، اي مقاس، اي شيء. خلاص الحقوا، يمكن ما اسوي مونتاج عشان بس انتوا ايش تلحقوا على التصفية. خلاص حبايبي كل الموديلات، اي موديل. خلاص حبايبي شوفوا كده، شوفوا حاول اصور لكم كده على قد ما اقدر، جولة سريعة. شوفوا القنلات يعني الوان مختلفة، مقاسات مختلفة حبايبي. شوفوا هنا، شوفوا هذه كلها تنانير. عفوا اني بصور عن قرب، لانه زي ما قلت لكم دائما اقول لكم انه في الكثير من البضائع ورايا. شوفوا حبايبي هنا هذه كلها تنانير، اسفة اصور عن قرب يلا على السريع عشان تجوا باذن الله وتلحقوا. والله فرصة يا حبايبي، اللي بده يشتري او بده يهدي يا حبايبي. جاتني فكرة كده، اللي يقدر يتصدق يا حبايبي، اللي يقدر يكسي لو انسان قطعة ملابس جديدة يفرحوا بيها يا ريت. شوفوا هذه كلها قنلات حبايبي، اي قطعة هنا شورتات. شوفوا كده هنا قنلات جينز حبايبي، في مقاسات كبيرة. الحقوا عليها، 6 ريال للقطعة فقط، 6 ريال فقط. شوفوا هذه هنا مقاسات عندكم جدا كبيرة، جدا كبيرة. شوفوا هذا كمان. بس حبايبي شوفوا هنا موديلات مختلفة من الجينز، والله مقاسات كبيرة صراحة وموديلات مختلفة يا حبايبي، تلبس أوزان كبيرة. شوفوا هنا أيضا يا حبايبي هذه كلها، يا ريت اللي يقدر يكسي المحتاجين يا حبايبي. شوفوا القنلات الوان، طبعا الوان كثيره ومقاسات زي ما قلت لكم كلها متوفره، موديلات مختلفه. شوفوا حبايبي هنا ايضا هذه كلها قنلات. خلاص حبايبي كل المقاسات باذن الله. تعالوا نشوف هنا كمان، شوفوا هذه كلها قنلات سريعا كده، يعني كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه. اللي يقدر يكسي انسان محتاج ويفرحه بقطعة ملابس جديدة خلاص حبايبي ب6 ريال فقط. اللي يقدر مثلا هذه قنلات كلها يا حبايبي. خلاص صور لكم اللي القاه في طريقي. خلاص حبايبي شوفوا هنا هي قطعة ملابس، مثلا هنا في بجام عندنا قطعتين. خلاص حبايبي 6 ريال اي قطعة 6 ريال. في حبايبي هنا بعض قمصان نوم، شوفوا طبعا كده انا بحاول بس والله على السريع حبايبي عشان تلحقوا باذن الله. المحل له يعني كذا يوم وهو بيشتغل في دي التصفيات. شوفوا هنا هذا الطقم حبايبي قطعتين، شوفوا برمودة والصدر، طبعا في منه الوان زي ما انتم شايفين. خلاص حبايبي هنا ايضا نفس الشيء في بعضها تجيكم قطعتين. خلاص حبايبي في اشياء قطعة واحدة من دي التنورة. خلاص حبايبي شوفوا كده ان شاء الله تيجوا انتوا يكون هذا العرض مغري لكم. شوفوا هذه كلها قطعتين كده ب
البرمودا والصدرية هذه. بس حبايبي تعالوا نشوف شيء تاني. في حبايبي هنا ايضا بلايز، شوفوا قلبوا طبعا ورا كل علاقة كده الوان وموديلات. اي قطعة 6 ريال فقط، كل انواع الملابس. خلاص حبايبي شوفوا اشياء يعني قمصان النوم. شوفوا هنا دي البلايز، خلاص حبايبي موديلات مختلفة يعني. بس بوصلكم على الصدقة، اللي يقدر يا حبايبي يشتري الأسرة مثلا، اكسي أسرة محتاجة ما تقدر تشتري، هذه فرصة حبايبي. أيضا هذه البلوزة دون أكمام. هنا يا حبايبي هذا القمصان للصغار وللكبار، الكثير من الألوان زي ما انتم شايفين. أي قطعة 6 ريال. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم فكرة الصدقة، لأني أنا بشوف دي الفترة في تنزيلات لمحلات كثيرة على الملابس. ريت تنشروا الفكرة يا حبايبي، اللي يقدر ينفذها لو تكسي إنسان واحد. زي هنا 6 ريال فقط للقطعة، وصورت لكم أيضا وحصور لكم كمان أماكن مخفضة. شو حبايبي هذه كلها جلاليب بيتي، أو تقولوا عليها قمصان. في منها طبعا أكمام طويلة وأكمام قصيرة، في منها مثلا يصلح للشتاء، في منها يصلح للصيف. انتوا تعالوا الحقوا، هو صراحة بدأ بس أنا ما أدري متى يعني بدأت دي التخفيضات. فأمس جيت بالصدفة كده وقلت خلاص اليوم أصور لكم بإذن الله. حبايبي أيضا هذه القمصان كات، شوفوا كده طبعا موديلات مختلفة زي ما أقول لكم. حبايبي كده شوفوا موديلات مختلفة وألوان مختلفة. هذه مثلا قمصان طويلة بس كده كت، بس حبايبي في مقاسات مختلفة منها. حبايبي كده أيضا اللي عجبت فكرة الصدقة يا حبايبي، عشان بيسووا تخفيضات في أماكن الملابس، يا ريت تنشروا الفكرة. خلاص يا حبايبي يعني شيء حلو إنه الإنسان يتبرع بالأشياء المستعملة الجيدة وله الأجر من الله، لكن اللي يقدر يفرح إنسان محتاج يا حبايبي بشيء جديد يا ريت، لانه ده الانسان ممكن يقعد دهر في الفقر. خلاص حبايبي ممكن يقعد دهر طويل في الفقر، فانت لو تفرحيه بحاجه كده بورقتها يحس انه شيء جديد. والله دي الابتسامه اللي ترسميها على وجه انسان يعني محتاج، يعني ما تعرفي قدرها عند الله. افضل الاعمال سرور تدخله على مسلم. خلاص يا حبايبي شوفوا والله فرصة. شو حبايبي هنا الداخليات، خلاص أي قطعة كده 6 ريال. يا حبايبي خلاص هم موحدين السعر كده، أي قطعة 6 ريال. خلاص يا حبايبي شوفوا أشياء والله جديدة ونظيفة. شوفوا تعالوا أنتوا بس تعالوا نعبشوا هنا في الأشياء الباقية قبل ما تفوت عليكم الفرصة. خلاص يا حبايبي طبعا هنا يا حبايبي البلاطين، شوفوا زي ما انتم شايفين الكثير من البلاطين. شوفوا على السريع بلاطين برمودات زي هذا برمودة. بس يا حبايبي اعطيكم فكرة، شورتات الوان مختلفة، الوان مختلفة. شوفوا زي هنا الوان مختلفة. شو حبايبي يا حبايبي هنا بلايز بأكمام قصيرة، شوفوا كده هذه كلها بلايز. فتعالوا انتوا اتفرجوا على مهلكم. شوف هنا حبايبي ملابس الاطفال، شوفوا كده مريت لكم الكاميرا سريعا كده. اعتذر منكم طبعا كالعاده، اقول لكم ما ورايا مساحه عشان ابعد. هنا قطعتين يا حبايبي، اي بدله كده يا حبايبي قطعتين، شوفوا 6 ريال فقط 6 ريال. شوفوا بناتي ولادي اللي انتو تبقوه، شوفوا تحت وفوق الحقوا على الاشياء الباقية، اللي يبغى شيء يلحق عليها. شو حبايبي هنا ايضا، شو حبايبي هذه كلها ملابس اطفال. هنا جواكت عادي، تعالوا بنفسكم زي ما اقول لكم، واللي يقدر يشتري اللي لو لطفل واحد طفل محتاج. الله يا حبايبي يعني ايش بدي اقول لكم، كلام كثير عن الصدقه وعن هذه الفرصه. في ناس ما يحبوا يعني يتصدقوا فلوس ويقولوا لك ما ادري ايه، هذول مو محتاجين اللي يشحتوا. طيب تصدقي بقطعه ملابس،
خلاص يا حبايبي شوفوا هذه كلها ملابس تحت وفوق هنا. خلاص يا حبايبي شوفوا حبايبي هذا الطقم يعني بلوزة كده والله حلوة وتنورة. هنا كم كان سعرها يا أخي؟ كان سعرها أول 35. كان سعرها 35. شوفي حبايبي والله فرصة خديها لبنتك، أو أنت تعالي اشتري لبنتك أو اهدي لأي أحد تاني أو تصدقي بيها. خلاص حبايبي 6 ريال فقط. شوفي حبايبي هنا الشتوي، هذه البلوفرات حقت الأطفال شتوي. طبعا الشتاء ما انتهى لسه يا حبايبي، في بعض الدول ما انتهى. وهنا يا حبايبي الشيلان هنا. خلاص حبايبي 6 ريال اي قطعه يا حبايبي، هذا كله شتوي زي ما اقول لكم انا. يعني في مدن لسه وفي دول لسه ما انتهى الشتاء عندهم يا حبايبي، يعني تخيلي بتاخدي قطعه كده للطفل ولا الامراه والرجل. هنا برضه يا حبايبي خلاص هم خالطين الشتوي مع الصيف. شوفونا هذا حق مواليد 6 ريال. شوفوا اي موديل، شوفوا ده الموديل الحلو والله. يعني طبعا الاسعار كانت بالشيء الفلاني، شوفوا 6 ريال فقط. اشياء يا حبايبي جديده، وانا قد جيت ده المحل صورت فيه قسم الاطفال وقسم الشباب، فانتوا ارجعوا له. اللي بده يرجع للفيديو ده حقي موجود على قناتي. خلاص حبايبي حبايبي هنا هذا كله شتوي. لي متابعين طبعا من المملكة ومن خارج المملكة من عدة دول. بس حبايبي انشروا الفكرة، كلموا الناس، يعني كل مدينة في العالم فيها احياء شعبية فقيرة. والله يا حبايبي انا عايشة في حي شعبي بأشوف اطفال يعني مساكين. يا حبايبي شوف اطفال يعني والله العظيم بيمشوا في الشارع يعني مساكين مبهدلين، حالتهم حالة. يعني الملابس حقتهم شرقانة. يعني ايه شرقانة؟ يعني من كثرة الغسيل يعني عارفين، واللبس يمكن بعض الاسر ما تقدر تشتري غير مرة واحدة لاولادها. خلاص حبايبي مرة واحدة مثلا في السنة، مثلا لبستين للصيف ولبستين للشتاء. شوف حبايبي فخلاص الطفل والله مسكين يعني ماشي مبهدل، ملابسه مبهدلة، عفوا الأحذية الله يكرمكم مقطعة يعني حالة. اللي يكذبوا هذا انزلوا بنفسكم وانت اشتري مثلا زي كده وشوفي الطفل اللي تشوفي كده حالة تعبانة اعطيه بنفسك. خلاص يا حبايبي يا ريت تستغلوا فرصة التنزيلات حقت الملابس. شوفي يا حبايبي هنا هذا طقم كامل حق نوم، يعني تخيل كم كان سعره، الحين صار سعره فقط 6 ريال. بس حبايبي شوفوا قلبوا كده في الكثير هنا، شوفوا في بعضها مثلا تجيكم بلطلون، في بعضها بتجيكم. شوفوا هنا ايضا حبايبي هذا القسم كله شوفوا. طبعا شوفوا المساحة ما اقدر يعني مزنقة، مساحة مزنقة. خلاص حبايبي بس ايش اديكم فكرة عشان ايه ارغبكم في انكم تيجوا هنا. الوردة الذهبية، الوردة الذهبية في العتابية شارع الجزائر. بس يا حبايبي كل هذه شو حبايبي القسم الرجالي هنا، الملابس الرجالية هنا ماركة درش. أي قطعة يا حبايبي هنا ب6 ريال. خلاص كده شوفوا الكمية، طبعا كمية كبيرة. شو حبايبي هنا تيشيرتات الرجالي تحت كده وفوق، انتوا عاد تدوروا شوفوا كل هذه الكمية. خلاص يا حبايبي 6 ريال لأي قطعة. في حبايبي ايضا هنا قمصان رجالي، شوفوا اي شيء هنا 6 ريال فقط، شامله الضريبه شامله كل شيء. الحقوا على العروض. في حبايبي لين الاحزمه يعني الدكان كله. خلاص حبايبي لحظه بدي اوريكم كميه البلاطين. في حبايبي هذه كلها بلاطين رجالي، شوفوا طبعا ما بقدر ندير لكم والله شيء. يلا على السريع تعالوا انتوا 6 ريال لاي بنطلون. في حبايبي هذه كلها بلاطين 6 ريال فقط، اي بنطلون 6 ريال. يلا تشجعوا انكم تجوا على الاقل تعالي تفرجي. شو حبايبي هنا ده القسم ايضا بلوفرات كده شتوي وصيفي، عاد هم خالطين. يلا تعالوا كلكم اللي يرغب يعني تعالوا تفرجوا عن قرب. بس حبايبي هنا ايضا في كده تياب، مجموعة تياب وبدلة باكستاني. بس حبايبي هنا ايضا عندنا شراريب، الكثير من الشراريب.
كان كل شيء مسعر بسعر، لكن دحين 6 ريال فقط. شوفوا حبايبي هنا، شوفوا هذا اللي نقوله المغربي، هذا حق البيت حق الرجال، في قطعة زي ما انتم شايفين والله باقية كمية. الحقوا عليه اللي بده يهدي، اللي بده شيء له. حبايبي ايضا هنا، هنا الشتوي، شوفوا هذا طبعا كان بالشيء الفلاني بغطاء للرأس. هنا والله شيء ما يتعوض، اللي عايشين في دول مثلا باردة او في مناطق باردة في المملكة، لو اشتريتوا مجموعة هديتوها او تصدقتوا فيها، عفوا الاهداء للانسان اللي ما يحتاج، الصدقة للانسان المحتاج. خلاص حبايبي والله العظيم فرصة. خلاص حبايبي لبس هذه مقاسات 6 ريال فقط. من حبايبي ايضا شورتات بلاطين، يعني اعمار مختلفة والوان مختلفة. شوفوا كده، شوفوا كده الوان مختلفة 6 ريال فقط. حبايبي هنا ايضا شيء للاطفال، شيء للنساء، شيء للرجال. خلاص حبايبي شوفوا هنا التيشيرتات. في حبايبي ايضا هنا قطع الملابس، هنا جونيلات، هنا بلاطين، هنا جونيلات. المزيد من الجونيلات حبايبي 6 ريال فقط. في حبايبي هنا ايضا ما ادري هل صورتها لكم ولا لا، شوفوا كده هنا اي قطعة 6 ريال فقط. في حبايبي هنا ايضا، هنا جونيلات قصيرة، شوفوا شوفوا البلايز هنا. خلاص يا حبايبي المزيد من البلايز والجونيلات عشان تتشجعوا. في الجهة المقابلة ايضا هذه كلها موديلات بلايز. خلاص حبايبي الله يحييكم في المحل، محل محل لكم. حبايبي هنا كمان اللحظات الاخيرة خلاص بيخرجون عشان الصلاة. شوفوا البلايز هنا، خلاص حبايبي 6 ريال فقط. حبايبي ايضا هذا الموديل لوزات، لوزات يا حبايبي. خلاص كنت بدي اقول لكم يا حبايبي اني انهم رجعوا قالوا لي لا الملابس الداخليه ماركه الدرش ما هي ب6 بسعرها. خلاص حبايبي عشان المصداقيه، انا يعني قالوا لي في البدايه كل شيء، بس لما وصلت لقسم الاطفال الملابس الداخليه الدرش قالوا لي لا، يعني هذه الظاهر ب11.5 او ب10.5. خلاص حبايبي الملابس الداخليه ما هي ب6 ريال فقط، بقيه الملابس حبايبي عشان المصداقيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم باذن الله، تجوا بنفسكم باذن الله وتشوفوا. خلاص حبايبي شوفوا انا باخذ لكم الدقائق الاخيره، حطوا لي لايك حلو زيكم يا حبايبي. خلاص انشروا المقطع لو عجبكم، لو عجبكم المقطع يا حبايبي انشروه عشان الكل يستفيد. هذه كلها تنانير، شوفوا زي ما قلت لكم انشروا المقطع. هم قالوا شوفوا البلاطين قديش، دي كلها يا حبايبي بلاطين، شوفوا الوان مختلفه. خلاص تعالوا الله يحييكم وانشروا المقطع. شوفوا الجونيلات ما ادري وريتكم هي من كثرة الاشياء. شوفوا حبايبي هذه كلها بلايز. خلاص انشروا المقطع للاهل والاصدقاء والجيران. وانا اقول لكم دائما الدين نصيحة، ما احب يعني بس كده يعني اصور من دون ما انصحكم. خلاص حبايبي لازم ننصح بعض. في حبايبي وانا خارج لقيت هذه المجموعة من الطرح، طبعا الوان مختلفة زي ما انتم شايفين، الوان مختلفة يا حبايبي. شوفوا هذه الطرح اي واحدة 6 ريال فقط.